الحمد لله ان هو تحول كويس، بس يعني انا اعتقد ان اول سيزون الحمد لله وصلت كل بطولات فاينلز، ومن اول السنه من شهر واحد وانا بعمل كويس، فده اللي انا بتمرن عشانه وبحاول ان انا اغير من السنه اللي فاتت. فالحمد لله ان الدنيا ماشيه كويس وفي تحول ايجابي جدا. كان ممكن يأثر طبعا، بس يعني الحمد لله ان انا كسبته، وانا اعتقد ان انا في النص سرحت شويه في الماتش وما بقتش مركزه في الجيم بلان بتاعتي، فاعتقد عشان كده الجيم طول شويه بعد ما كسبنا 10-3. بس يعني الحمد لله ان انا كسبته في الاخر، ده كان اهم حاجه، وان هو ما خسرتوش، ما كنتش هعرف ايه اللي كان ممكن يحصل يعني اكتر. الإصابة مفيش إصابة الحمد لله. يعني مفيش استعداد قوي لأن بطولات كتيرة قوي ورا بعض. احنا بطولة العالم خلصت من 15 يوم يعني، وكان قبليها في بطولة بريتش بريطانيا، فبطولات كلها ورا بعض مفيش استعداد. انت بس تحاول انت دايما تكمل على اللي انت وقفت عنده، ويعني خلاص آخر السيزن، دي آخر بطولة في السيزن، فبس بتحاول انك اخر زقه وربنا يسهل. انا يعني ما بيعملش علي اي ضغط، انا بالنسبه لي الرانكينج ده ما بفكرش فيه بالطريقه ديت. انا بالنسبه لي عايزه اكسب بطولات، ولما هكسب البطولات هي اللي هتوصلني لرقم واحد.